يسأل ويقول: توفي عمي نتيجة حادث سير، وقد قام جدي بإقامة صلح وتم العفو عن المتهم دون أخذ أي مبلغ، فهل يجوز ذلك أم أنه لا يجوز بسبب أن له أولاد وزوجة ولا بد من أخذ رأيهم؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الحق لورثة القتيل، هم الذين يقررون العفو أو أخذ الدية. إذا كان فيهم قصار فإنهم ينتظرون حتى يبلغوا الحلم راشدين فيؤخذ رأيهم، أما وكيلهم فإنه لا يقوم مقامهم بالعفو والصلح لأن هذا ليس من صلاحياته. نعم.